وخطير لما ياتي من بعيد زواري. هي كره ممتازه ناحيه بوغطيه، تبقى دائما الكره لصالح الاتحاد بن عباس. اول محاوله خطيره في المباراه بعد هجمه مرتده سريعه انقذها زواري وانهاها مترف بتسديده قويه. يحاول من طارة لاخرى مراوغه بطريقه ممتازه، مراوغه بطريقه ممتازه، تسديده والحارس الشوسي في المكان المناسب. تسديده من اما كره ممتازه وتازو، محاوله ممتازه لصالح شباب اهلي برج بوعريريج. درواش يمرر الكرة ممتازة ناحية شاوتي، شاوتي بسام، شاوتي بسام، تسديدة والحارس نجيب غول في المكان المناسب. كانت المضايقة من خالي زكريا والقرع، إذا مخالفة لصالح شباب أهلي برج بوعريريج. تسديدة قوية ممتازة كقلب هجوم زواري، يعود تماما على الجهة اليمنى وسوغر يلعب كمهاجم ثاني عن طريق مترف. مترف كرته طويلة مباشرة يعيد بلعبة خطيرة خطيرة. فوزي شوشي في المكان المناسب، فوزي شوشي في المكان المناسب بعد كرة ممتازة في العمق ناحية بن نحول الذي لم يحسن استغلال هذه الكرة. شوف هنا كان يريد رفع الكرة بتسديدة قوية. ملال ملال تسديدته مباشرة في أحضان الحارس. نفذ اللقطة، الحكم يقول تماس لصالح شباب أهلي برج بوعريريج. كانت عرقلة على أحد لاعبي اتحاد بن عباس وكرة طويلة ملال مرة أخرى. كل الكرات تمر على هذا اللاعب ملال، خطيرة هذه كرة خطيرة. شفناها هي الإعادة، كانت الكرة من مفتاحي بعد، شفنا كرة من مفتاحي بعد عن طريق ملال يتفوق عليه الأقرع، ثم التسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة اصطدمت بتصد أروع من الحارس نجيب غول. كان لها الحارس نجيب غول بالمرصاد. الآن كرة ناحية زيارة، تسديدة تسديدة والحارس نجيب غول، نجيب غول في المكان المناسب بعد تسديدة قوية. كانت نقصت القوة تاعها بعد أن صدر. وفي هذه اللحظات الحكم السيد المباراة إذا انتهت كما بدأت. مزيان اتحاد بن عباس هو الآخر ليس في أحسن أحواله ما دام أنه في المركز ما قبل الأخير، وهو الذي فاز بكأس الموسم الماضي. نعم، وكنا ننتظر ربما التأكيد هذه في هذا الموسم، ولكن نظن أن